السلام عليكم. لو انت عايز تعمل سبورت او مساعده لشخص ما، فممكن تستخدم برنامج زي اني ديسك او تيم فيور او اي برنامج من البرامج، حتى ممكن برنامج زوم. تقدر تشوف الشاشه وتقدر ان انت تخش تعدل حاجه او انما اصلا الويندوز مش محتاج ان انت تسطب حاجه. الويندوز اصلا فيه لو دوست كنترول وكان ستارت وكيو، كنترول وستارت وكيو، هفتح لك كويك اسيت. تمام، بجيت هيلب هتخلي حد يخش على الجهاز بتاعي ويشوف الجهاز. let someone you trust view your screen or take control of your PC. تمام، فلما security codes هو يبعت لك كود. طب لو انا عايز help someone هدوس هنا، هيبدأ يديني الكود. الكود ده اقدر اقول له كوبي وابعته للشخص الاخر، وممكن حتى يكون انت نفس الشخص، ممكن من خلال الموبايل مثلا عايز تخش على الكمبيوتر بتاع البيت او هكذا. فالموضوع ده اللي هو كويك اسيت بيساعد كتير جدا في ان انت تفتح جهاز اخر وتشتغل عليه.